بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النبي العربي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الأخوة مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ونحن نلتقيكم على الخير والمحبة. وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مضايف أهلنا، حيا الله الأخوة المشاهدين أينما كانوا في العراق والوطن العربي والعالم. أعزائي المشاهدين، نتواصل معكم إن شاء الله في حلقة جديدة من هذا البرنامج، وسعداء جدا أن نلتقيكم بعد توقف قليل حقيقة لظروف وانتهت على خير إن شاء الله، فأهلا وسهلا بكم. أعزائي المشاهدين، حقيقة في هذه الأيام نشوف ما حولنا من مشاكل وتداعيات ومخاطر وتجاوز واحتداء يعني دول الإقليم، ونتمنى أن يكون العراق خارج هذه الدائرة الخطرة، وأيضا نتمنى أن تبقى أقطارنا العربية سالمة من كل سوء وخطر. أي عدوان يحصل على أي بلد عربي هو عدوان على العروبة كاملة. نتمنى أن تخرج هذه الأزمة بنتائج إن شاء الله ليس بخطرة، وما تعرضت له المملكة العربية السعودية بلد الحرمين الشريفين باعتداء صارخ على شركة أرامكو، عدوان، وهذا بإقرار العالم أجمع، الأمم المتحدة ومجلس الأمن ودول العالم أدانت هذا العدوان الخطر. ونقول المملكة العربية السعودية بلد الحرمين الشريفين هي الآن قلعة العروبة وملاذ العرب، فعلينا جميعا أن نتضامن مع أشقائنا العرب في أي قطر عربي، ونتمنى إن شاء الله النصر والفوز لكل أمتنا العربية إن شاء الله. حيا الله الأخوة المشاهدين، أعزائي، حقيقة حلقة هذا اليوم إن شاء الله راح ترضيكم من خلال وجود شعراء مبدعين لهم بصمة كبيرة جدا في الشعر. ننقلكم إلى البادية حيث السجايا والقيم والمثل، المدرسة الأولى في كل هذه المعاني العظيمة اللي تربينا عليها. أهلا وسهلا بكم، ورحبوا معي بضيوف حلقة هذا اليوم، الأخوة الشعراء المبدعين، الأخ الشاعر أحمد عبد الرحمن الهيبي. حياك الله أبو هدي. معمر، الله يسلمك وأشكرك، وأشكر الأخوان المصورين والأخ المخرج ياسر صبيح على إتاحة الفرصة والظهور من جديد ونطل على جمهورنا الكريم. بارك الله فيك، تسلم وتعيش. حياك الله، ساعة المبارك، أهلا وسهلا. أذن يشاركنا أول مرة الأخ الشاعر المخضرم إبراهيم الشاشان الهيبي. حياك الله أبو أحمد. حياك الله أبو معمر، أهلا وسهلا. أشكرك وأشكر الكادر على استضافتي لهذه الحلقة، وأشكر قناة الفلوجة وبرنامجها الرائع مضايف أهلنا. مرحبا بك، ساعة المبارك، الله محييك. أيضا شاعر حقيقة ملهم ومبدع شاركنا أول مرة، الأخ الشاعر فهد العوجان أزبيدي. حياك الله. حيا الله نباك أبو معمر. حيا الله نباك، أشكرك وأشكر قناة الفلوجة والكادر والمخرج ياسر صبيح والمنسق عبد الواحد البدراني. أبو أحمد، طبعا نشكركم جزيل الشكر، وإحنا سعداء جدا بوجودنا ببرنامج أبو معمر، حيل فرحانين، وإن شاء الله راح تكون حلقة تعجب الجمهور إن شاء الله. الله محيك، ساعة المبارك، حياك الله. هلا بزبيدي، حقيقة يعني احتزاز كبير وترحاب من الجميع لنابغة وشاعر مبدع حقيقة أشادوا بي قبل أن نشوفه وقبل أن نشوفه من الشعراء المبدعين، واللي راح يصير له شأن بإذن الله تعالى، ونحن سعداء أن يكون أول ظهور إلى في قناتنا هو الشاعر راكان فالح الشمري. حياك الله يا راكان. الله يحييك أبو معمر، تسلم على الإطراء هذا الطيب.
سعيدين اليوم ان نكون مع غاوة من غامات الشعر النبطي والشعبي ابو حذيفة احمد عبد الرحمن. عليك زود. مشكورين على الدعوة وفخر لي ان اكون مع اخوي فهد العوجان واخوي ابراهيم الشاشان، وجزاكم الله خير على هالدعوة. حياك الله. ان شاء الله نطلع باحسن صورة اللي ترضي الجمهور وترضي الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله بكل بركة، واحنا سعداء جدا تكون معنا وهذا برنامجك. اسعد ان شاء الله. والله محييك وراح تاخذ فرصك ان شاء الله. يجيك ابو محمد. والاخوة المشاهدين في الوطن العربي يتعرفون على إمكانيتك الشعرية. حياك الله. أهلا وسهلا. أعزائي المشاهدين، حقيقة لكون ضيف عزيز يحضر معنا الأخ العزيز الشاعر الشمري راكان، نستأذن من الأخوة الأعزاء المعازيب أن يكون الأول في القراءة، فنحن وإياكم والشاعر راكان فالح الشمري. تسلم أبو معمر. لو أن أبو حذيفة وإخواني ما يبدأ عليهم، لكن مشكورين. عزك مرخوص. نبدأ بأهم شيء، الوطنية، لكن الوطنية العربية أهم. الله الله. خلينا نقول أهم من الحدود المرسومة. نعم. تسلم. يقول شباب وتونا بول طريق أحلامنا بادين، شباب وتونا بول طريق أحلامنا بادين، قدم عزم ونظر حزم يمدنا هقاوينا، تسلمنا متعبنا قبل لا ندخل العشرين، تعب نفس هزم جيش السعادة في مساعينا، تسلمنا متعبنا قبل لا ندخل العشرين، تعب نفس هزم جيش السعادة في مساعينا، يبارينا جبل غي من خياله ما يريح العين، عسى خير ورا غي من خياله جاي يبارينا، تربينا مع وجد على مجد بناها الدين، فلا مجد فلا دين على ما هو ولا مجد صحا فينا، عقب ما ألفنا يدحر من أعداء اللقاء ألفين، بدينا نطعن أولنا برمح من توالينا، عقب ما ألفنا يدحر من أعداء اللقاء ألفين، بدينا نطعن أولنا برمح من توالينا، غزانا من غزينا له مع بدر ومع حطين، تجندلنا مجاميعه وتامرنا وتنهينا، تحملنا تجملنا مع اللي جاي سوق البين، علينا والزمن شاهد على ميلة مبادينا، هنادينا عقب ذله عرضناها على الشارين، الله اكبر، وعقب بيعه مضت فينا تقطعنا، هنادينا هنادينا عقب ذله عرضناها على الشارين، وعقب بيعه مضت فينا تقطعنا، هنادينا عبيد اللات والعزه قطعهم سيف ابو حدين، وعبيد المال والمنصب زرعناهم بيادينا، بدل يكبر تفاخرنا على غزوه صلاح الدين، تفاخرنا بمراتبنا رواتبنا وسامينا، تغنمنا مخاسير الصديج وربحنا للحين، قدينا به كما سلعه لبايعنا وشارينا، زماني هو زمن غيري ولكن قومي التالين، سراب ما روى وجد ولا وجد مخلينا، اخيرا يا بدايتنا نهايتنا كسيرة عين، الله الله، عرب لكن عروبتنا قبل غيره تعادينا، الله الله، عرب لكن عروبتنا قبل غيره تعادينا، سلامتكم، تسلم، الله يسعدك، كفو والله، تسلم، طول عمرك، كفو، نعم. مو
أعزائي المشاهدين، حقيقة سمعنا هذه القصيدة للأخ الشاعر الشاب راكان. راكان واحد من الشعراء المبدعين واللي حقيقة أشاد بهم ورشحهم، وكان الأخ أبو حذيفة واحد من الذين أشادوا به وقال أمانة أريد هذا الرجل أن يكون معنا في هذا البرنامج لأن يستحق هذا المكان. فنأخذ رأي الأخ أبو حذيفة بالأخ راكان. أنا راكان أصلاً شهادتي فيه مجروحة، يعني راكان، وأنا قلت لك يعني نعم. قبل بالكواليس قبل أن ندخل على الحلقة نعم أطمئن، وليطمئن جمهور الشعر النبطي على الشعر النبطي، ما زال راكان موجود ويبدع بالشعر النبطي. الله راكان مستقبل الشعر النبطي باختصار، راكان الله يطول عمرك مستقبل الشعر النبطي بالعراق إن شاء الله. لا يهنون الربع، شعراء مبدعين كثير، لكن والله هذا صمام الأمل للشعر النبطي بالعراق. الله يجزاك خير. هو نواف وفارس راضي وكثير من المبدعين، لكن راكان بصغر سنه يعني ومقتبل العمر حقيقة شاعر لا يشق له غبار، وأتمنى أن يكون مراتب أعلى وتدعم. وأي أوجه دعوة لكل شريف والكل طيب يدعم هالرجل هذا بالوصول لشاعر المليون، يشرف كل عراقي من الشمال للجنوب. تسلم، شكرا شكرا، بارك الله بك، تسلم وتعيش. أيضا هناك شاعر آخر إن شاء الله، وراح يشوفون الشوح اللي راح يكون به إن شاء الله مبدع أيضا، الأخ العزيز الزبيدي. حياك الله. حيا الله نباك أبو معمر، حياك، حيا الله نباك. بداية أنا ما أريد أطول على ربعي اللي وراي، لكن أريد أذكر الأبيات الارتجال اللي أول من شفتك ارتجلت أيبل، فقلت يا أبو معمر والفكر شغالي أيوة، وقلب الزبيدي من القهر متشبع، تعال خذ لك جولة في بالي تلقى مقامك بالعقل متربع. الله الله. أما القصيدة الوطنية تقول يا بلادي، هذا القصيدة يعني انعرض لي إني أطلع لتركيا رغم الظروف، يعني على هالظروف بالعراق ما تخدم. نعم. فقالوا لي اطلع بتركيا عندك عرفات، اطلع للأردن عندك عرفات، بالإمارات بالسعودية اطلع، فعلا عندي عرفات. نعم. لكن رفضت هالشي. الله الله. قلت يا بلادي ما لي بعدك بلاد، ويا عراقي ما لي عقبك بلد، قلت عوفك واطلع لديرة مراد، امشي مشي السيل ما يرجع عبد، او اروح لديرة ما به فساد، وعندي ناس هناك ما لهم عدد، بزعونا وطفروا روح العباد، كافي جلد صوات وحبال المسد، بزعونا وطفروا روح العباد، كافي جلد صوات وحبال المسد، جانا ضيم وشيب اطفال المهاد، جانا ضيم وشيب اطفال المهاد، لا تقول لشبال من ذاك الأسد، منجلك مكسور واسمك بالحصاد، وهذه ثلاث سنين ما بين الحصد. منجلك مكسور واسمك بالحصاد، وهذه ثلاث سنين ما بين الحصد، قلنا فضت من سمعنا الارتداد، ثارحة الليل مدهون بزبد، منه ذاك ومنه ذيش، ومنه قاد ومنه راح ومنه ظل ومنه رد، هذا سين وهذا قاف وهذا صاد وهذا باء وهذا نون وهذا إد وهذا نام وهذا مات وهذا فاد وهذا جر وهذا تف وهذا شد وهذا فر وهذا ضر وهذا فاد وهذا أهله وين، شو ما ظل أحد، نحن قوم لو هزمنا لا نباد، نحن سومر أور ثم بابل أكد، نحن قوم لو هزمنا لا نباد، نحن سومر أور ثم بابل أكد، يا بلد آشور يا أرض السواد، هل لنا بالصبح أم ماذا بعد؟ لا والله أبعد. يا بلد آشور يا أرض السواد، هل لنا بالصبح أم ماذا بعد؟ اصعد اصعد والحق جموع العباد، انت كنت الفوق والحدرك صعد، اصعد اصعد والحق جموع العباد، انت كنت الفوق والحدرك صعد، فاعلات فاعلات للحداد، فاعلات بالمصايب تنوجد، كان جالك من بلادي أي فساد، هاك صوت وهذا ظهري واستقد، داعي لك الله يهديك الرشاد، محيا الأموات والفرد الصمد، تقتلك أبيات من قبل الرقاد في حرور تشيش، ما يمكن برد، المهم يا عراق لو تصبح رماد، يا عراقي ما لي عقبك بلد. الله 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 الله، تسلم الله لسانك، تسلم الله ما قصر. نعم الوطن غالي والعراق إن شاء الله يتعافى
ويرجع واحد موحد ان شاء الله بفعل رجاله، وهذه ان شاء الله تزول هذه الطغمه. هذول الجو الطارئين اشباه يعني، هذول ترى متزوجين جنسيه ومزورين شهادات. هذول الله كريم ان شاء الله، ما هم مطولين. الله كريم ان شاء الله. الاخ العزيز ابراهيم الجاشان ابو احمد، الله محييك. حياك الله، حياك الله باعتباري اول ظهور لي. الله محييك. اعرف بنفسي ولو سبقوني عشان وطنيه، والمفروض بس الوطنيه نخليها، بس اول مره راح نعرف بنفسي وعود بعدين. احنا جايين على الوطن، حق الوطن، الله محييك. نعم قال الهيبي عطيب الرقادة، أو نعم راع العرجة، من بعد ما عني لذيذ الكرطار، البارحة عن موقعين السهادي طير خياله من عن القلب تذكار تذكار، والقلب عن طرد العماهيج غادي، مالي مع أهل الكيف جلسات وخبار، وش عادي اللي فيها والبيض شادي، يعاد ما تدرى الهوى يرمى الأحرار، تقول ان الحب الروح بادي، ولا تستريح من الهواجيس مشوار. الحب وكان الهواجيس مشوار، وان كان تسال عن هموم الفؤادي، هموم عداك الشر ماضينا الاخبار، اللي بهم ننزل اغفار البوادي، يوم انت تشوف الناس تبحث عن الجار، ونحل بالهيجه من الضد عادي، تلقى النشابه بطيب الاخبار. قال افتخر، قلت افتخار البوادي، كل انت حت قدري يبيه وقدرنا. الله الله الله، افخر ولي يبسو على اشعار نادي، نعم وحقان مثلي انت فاخر بالاشعار، نعم ومن كان عنده مثل ربعي اجدادي، الهم بتاريخ البطولات تذكار، ما لي عداهم من يتيم فؤادي، ولا شقى حالي من المال دينار، ونزعل المحبوب ريم البوادي، نلقى العوض عن طيب حبه بالاسوار. الله سلام الله، ما يزعل ريم البوادي. الله الله، تسلم والله، صح الله لسانك، الله محييك اخوي ابو احمد، يا اهلا وسهلا. هذا كتعريف لي انا اول مره. الله محييك، يا هلا يا هلا، ان شاء الله علم علم معروف راح العرجة. ما عليكم، يا هلا يا هلا اخوان الشعراء. ابو حذيفه والاخوان المشاهدين، واختياراتك اخوي ما على الخير تخير. الله يسلمك ولا هند. اي بالله اني معزب، واني اشكرك هذا الكلمه كبيره، وانا اعتز والله. اعتز برنامجك وبكل الاخوه والاخ عبد الواحد البدراني المنسق، وابو بكر، والاخوان اللي واقفين على هالكاميرات، الجنود المجهولين طبعا. الله الله، تحيه لكم النشامه ويسلمون. والله صحيح معزب، لكن ما اعرف شبدي يعني، الربع بدوا بالوطن. والله انت راجم ادزبي، ما عليك زود. سموك. الله يسلمك. اهلك سموك. الله يسلمك ويعزك. وما عليكم زود ولا على شعار زود. تسلم. سالتني على قصيده بغداد، وقصيده بغداد والله حقيقه هي رد بيني وبين الشاعر الكبير واستاذي الاستاذ صدام محسن استحلى الصايل ابو محمد. ونعم، وجه لي قصيده بغداد، لكن ما اريد اخذ من وقت اخواني، اريد الوقت ياخذوا اكثر راكان واخوي، لان ظهورهم الاول ان شاء الله وفهد. لكن مقتطفات من قصيده صدام والرد. اي نعم. ابو محمد صدام السحل يقول ما اخذت من قول الحديث الا حديث المستحيل، طبعا على ذكر الحبيب اطرب وانا في بابها واكتب، ولكن يرتكز شعري ولا وده يميل، لو ما الغصن اللي رمتني في جميل عذابها، واشتاق له وانا معه والدمع من عيني يسيل، وانا دموعي غاليه لكن جرت بسبابها، هي لو ذكرت اسمه ذكرت اسم الفراهيد الخليل. الله الله، فيها وجد وزن القصيده اللي زمن غنابها، او لو رسمته كنت ترى ليلى يداعبها النخيل، ويشمها الريحان لهفه وله تدنع نابها، واعشق صباحات التي تشفى المتيم والعليل، واذوب في ليله وانا والليل نشكي غيابها، اللي لها في خافقي بيت بنيته والدليل، تسكن معي ورغم الغياب اللي يطول احضابها. الله ما عفتها بكيفي، ولكن عفتها مجبر وسيل، يمدى أعود لها وحني بدموع ترابها، دار السلام اللي تعز الضيف وتحمد دخيل مسد خرابها، ونعق عقب السلام غرابها. الله الله الله، دار السلام اللي تعز الضيف وتحمد دخيل أمسد خرابها، ونعق عقب السلام غرابها، واليوم ما يسمع بها إلا المآسي والعويل. أي والله، شاخردي وابن الأصل يا للأسف يشقابها، دنيا تقلبها ولا من ينتخي عنده ويزيل، الهم ويعيد لحضارتها القديمة طيابها،
ولولا الغزاة وحلفهم ما طبها مليون فيل. أي والله. وما كان سادتها الكلاب وغادرتها ذياب. أي والله الله الله. لولا الغزاة وحلفهم ما طبها مليون فيل. أي والله. ما كان سادتها الكلاب وغادرتها ذيابها. يا أبو حذيفة الوقت فرقنا وأنا مولع نحيل. الله أكبر. لا زلت خيل طيوفها بل تجي وأشفابها. ويا أبو حذيفة وينها؟ صارت بعيدة وبدليل مثل السعيرة تلتهب تاكل وأنا شبابها. وعرفت ما يخفى عليك النصح والوزن الثقيل يسهل معك وادري على يدينك تذل أصعابها. حقيقة خزلت من قصيدة صدام كثير. نعم نعم ما قصر أبو محمد كفو والله. فأنا لازم أرد. تستاهل بغداد الرشيد والمنصور. فرديت على أخوي أستاذي صدام المحسن السحر الصايل أبو محمد. الله الله. أقول خيل الشعر في ساحة أفكاري تجو للها صهيل. أسمع. بيدي بجر عنانها أرخي وتمد رقابها. الله تاتي الله. عزوم طبة الميدان ومكور الشليل تسبق ولا يلحق بها الليل أنوها طلابها. لا سابقنها غيرها ومدًا على الشوح الطويل ظلًا وراها وعثرًا تاهن بعج ترابها. هيف الصدارة وساسها من نسل أصيل ابن الأصيل غالي ثمنها ولا شراها الا اصحاب البابها. شرواب محمد عزوتي ولد السحر الراعي الجميل نصر الشفاعه انقضت في يوم فتر شنابها. الله الله. لا صاح صيح الضحى عرجت تخافق له دويل مثل الاسود الكاسره ما ينشي في مضرابها. يوم الملاقى عيدهم لمن يشبون الفتيل شوش بها شبانها حين انتخت شيابها. اهل المكارم والصخاء وقت العسر ريف الهزيل مشرعات بيوتهم بالعز عالي طنابها. واليوم مرسل لي جواهر صادرة واليوم مرسل لي جواهر نادرة صاغه بجيل وهو اللي منه نوى يجيب النوادر جابها. حر معود مخلبة صيد السمينة والجزيل يشوم عن صيد الهزيل أبدا ولا يرضى بها. حياك يا صدام يم روض الصعب والمستحيل حتى اقلمي يوم اللي فتني بياتكم حيابها. عبر عن الفرحة وغدا حبره على الصفحة يسيل غرد بعذبة القوافية مبتهج غناب. ها يا صاحبي واللي ذكرته ما لها أبدا مثيل أبد والله. في حسنها في رسمها في جسمها وثيابها في شرقها في غربها صوبين سبحان الجليل. الله ألذ من شهد مصفى لا رشف ترضى. الله الله. أنا بعد مثلك عليهم ساهر وجرحي هويل بلا والله. والنار بقصى ضامر المزكوم شمع الطابها دايم على بالي تمر طيوفها ودمعي هميل. يا الله الله. مثل الله الصغير اللي يفقد لحاجة يهذابها لي معاها ذكريات عشتها بماضي جميل. نعم. كم جيتها بشوق احضنتني وسكنت بهدابها. اي والله. ضمتني بلهفة حنان الوالدة وابنه حليل مست بلاعه والذي صاب الحبيب صابها. الله الله الله. ضمتني بلهفة حنان الوالدة وابنه عليل مست بلاعه والذي صاب الحبيب صابها. في كل ما تحمل معانيها كلمة السلسبيل الوصف فيها تايه عاجز وعرف أسبابها. نعم. لوحة من الجنة الله. رسمها رب العباد الوكيل أحلى صباحات الوجود بيومها طلابها. يا الله. لوحة بغداد. أي والله. لوحة من الجنة رسمها رب العباد الوكيل. نعم. أحلى صباحات الوجود بيومها خلابها. تهمس لها النسمات بالليل وأصيح بها يا ليل أنسى الهموم اللي خنقني ودوم كنت أشكابها. أنا عليها جيتي مو جيت العابر لا سبيل لا لا. وخاف لا طول غيابي عاتبتني اعتابها. كنت تعنى لها من الحدبة. أي والله. وقول اسرع يا ريل لا تقف الا في محطات الحبيبة وبابها وبابها. كنت تعنى لها من الموصل. وقول اسرع يا ريل لا تقف الا في محطات الحبيبة وبابها. ودي اشوف بها الحمام واسمع الحان الهديل ومشتاق اشوف بها النوارس فوق دجل سرابها. وشوقي لبى النواس تعليله وفضبها الدليل انسى المآسى اللوى عني يوم فرد ولابها. الله اكبر. ياما بشواطيها قعدنا وفوقنا يظل النخيل يا لطيف. ايام
كنا احبابها اي والله ما دنسوها اغرابها واليوم اي والله ساد بها السفيه الاجنبي وابن الرذيل ثم لبسوها من السواد وشققوا جلبها الله اكبر الله الله اليوم ساد بها السفيه الاجنبي وابن الرذيل ثم لبسوها من السواد وشققوا جلبابها اي والله الله يجازي من سعى وفرق قليل عن خليل الله ويجازي من هم روعوها وخوف ظل ينتابها يا الله ما ينسمع فيها عدا عويل وصوت الدهيل نادت على ضاري يقوم لها ويسل الله 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 وين الرجال اللي تقص خشم المعادي واليعيل وسيوفها مقتل لوازم ما قفت بقرابها عاثوا بها أهل الردى وين اللي يشفون الغليل وفيما مضى كانت جموع المعتدين تهابها نعم العزلها راجع نعم إن شاء الله ولكن يرجع بحق الصقيل الله الله يلعن أبوها كالوجيها الكالحة وأحزابها الله أكبر راح الكثير وما بقى يا مسندي غير القليل إن شاء الله أنا الأوان بزمرة الظالم يكون إحسابها إن شاء الله وهي ترد مزهية إن شاء الله عقب العجاثة والنحيل محتشمة ردوا عليها أهل السطار حجابها ونشوفها بحلة كما كانت على العهد الأصيل إن شاء الله وانت وانا نسير لها إن شاء الله تحظى بنا ونحظى بها إن شاء الله عنا على القبلة نصيل بيدي وزبيد الوفا تاريخ من ماضي صفا والمجد دايم ما خفا وبعالنا بها الوفا والنعم لا قلت الجبر وذيني ما فيهم قصر والعزة العزة النمر من يوم ما ضيا العصر احنا على الصفا الصقيل لا تلوع بيت الهقوة الهقوة تزيد فليم والمجد الفريد انشد قريب انشد بعيد خايفة دوم انتهى تاريخهم عند الروة والهيب زد من العدالة يلا الأخوة المشاهدين أهلا وسهلا بكم غاية السعادة حقيقة أن نكون معا وهذه الحلقة من برنامج مضايف أهلنا وشعراء مبدعين شعراء النبط شعراء البادية شعراء الأصالة والنقاء وحقيقة احنا يعني حيل مرتاحين مثل ما يقولون لوجود هذه النخبة من الشعراء وخاصة الشعراء الشباب اللي يحضرون أول مرة معنا الأخ راكان الشمري ونشوف الآن عودة إلى الأخ راكان الشمري الله محييك أخوي راكان واختياراتك والله أبو معمر عقب القصيدة اللي سمعناه ما ظل اختيارات الله يطول عمره ويطيل العافية على هالقصيدة هالجزلة أبيات متواضعة بحق اللي ما نوفي حقه هنا أبو هو الوالد الله يستاهل تستاهل العافية يقول بعيدا عن بدايات القصايد وأول الجمهور بعيدا عن بدايات القصايد وأول الجمهور بعيدا عن مسافات الكلام وجيل ينسخ جيل تهجيت بحروف اسمك على وجه الزمان اسطور تعبت ولا وفا نطق اسمه وحروفك التفجيل أبعثر لك سم الفكرة ولحنها بدون شعور ولاقيها معي صوت يعظم جوها الترتيل أعاند بك جهل قومي وشوفك في الليالي نور أعاند بك جهل قومي وشوفك في الليالي نور وعرفك شمس الأيام من بها دونك نهاري ليل أعاند بك جهل قومي وشوفك في الليالي نور وعرفك شمس الأيام من بها دونك نهاري ليل أنا لا من طرى جودك معي غيرك عطاهم زور جبل مدك مع ذرة كرمهم في رحاب الكيل السلام. أنا لا من طرى جودك معي غيرك عطاهم زور الله الله. جبل مدك مع ذرة كرمهم في رحاب الكيل أنا بالله ثم اسمك على جيش الزمن منصور الله. إذا نفسي خشت حرب معي لعداءها سجيل
يا ابويا اللي على كل اتجاهات شبيه الطور، سراب الناس بعيون تشوفك عن ضماها النيل. يا ابويا اللي على كل اتجاهات شبيه الطور، سراب الناس بعيون تشوفك عن ضماها النيل. انا طبعك بنا طبعي على مجدي حصين السور، وناديني على دين سبك توراته الانجيل. عسى يزرع مثل زرعك، عسى زرعي يجي موفور. الله الله. عسى يزرع مثل زرعك، عسى زرعي يجي موفور. انا نسخه من ايامك ان شاء الله، وانا ايامك عطتني حيل. وطن حلمي، وطن علمي، وطن دمي لك المنذور. انا دونك شعب منفي لقل منفى شبيه الويل. تسلم بك البركه ان شاء الله. ان شاء الله زرع زرع طيب بكم البركه. ان شاء الله يطول عمرك. تسلم، صح الله لسانك، صح الله بدانكم. اي اخوي الله زبيدي. اي ابو معمر. الله محييك. الله يسلمك وحيا الله نباك. ابو معمر ما اريد اطول عليكم، هم اختاريت لكم قصيده 12 13 بيت. نعم. اختصارا للوقت، انا اكثر الامور اللي تاثر بي هي خيبه الهقوه. خيبه الهقوه؟ لحقيت لي بواحد هقوه. صحيح. اي نعم. اي والله لحقيت لي بهقوه واحد وخابت. وحاسب الحساب يعني تجس مالي ايدك منه ولا يطلع مغث، يعني يطلع مو قد الهقوة. او ايه هذا المشكله، هذا بلا ابوك يا عقاب. على قمه هقاوينا بقايا من سفينه نوح، جبل جودي مثل هقوة ترانا اليوم هاقيها. وترى سيره هل العطره مثل ريح البخور تفوح. صبرنا الحظ ظل الدنيا ونريد نشوف تاليها. يا لطيف. وراي رجال من كبره لها مثل الجبال سفوح. او نعم. فلا خاب الرجب ربعي ولا خابت مساعيها. اشوف الاسود الخافي على وجه الزمان يلوح. واقول الله ولي دعوه قبل سنتين داعيها. الله. الا يالله يا محيي العباد الغادر السبوح. تراني جاير بوجهك من الدنيا وبلاويها. نخاك ما نخا غيرك تعد الحمله المطروح. توارت فرحتي بسوره وخيبي منين ما جيها. عجبت ولا عجب فيها، متى صار الطمان سطوح. واقول الله يا دنيا اذا عنت معانيها. سؤال يطرح بنفسه امامي دائما مطروح. لماذا القلب لو يخطي يلومون الفتى فيها. على طارف نهر دجله ذكرت المترف المملوح. الله. حمام الدوح ذكرني بعد ما كنت ناسيها. حمام الدوح ذكرني بعد ما كنت البلا. ابل ابوك يا عقاب. نعم. على طارف نهر دجله ذكرت المترف المملوح. حمام الدوح ذكرني بعد ما كنت ناسيها. ذكرت شلون ازعلها وارضيها قبل لا اروح. وبكت نفسي على نفسي وعلى من كنت هاويها. هاويها. سألت الله يرفق به ولا ينطي حمام الدوح. آمين. عقب ردح السنين اللي تولش جاب طاريها. أمر دياركم وامشي ولا كثر عليها النوح. أريد أعرف إيش تسوى بعد ما غاب غاليها. بالله عليك. أريد أعرف إيش تسوى. إيش تسوى أبد، والله ما تسوى شيء. سنت أحسنت سنايدي. سنة الله عملك أبو حذيفة. تسلم يا طيب. تسلم. الله يسلمك. تسلم. أبو أحمد. ابراهيم التاشان الله محييك، ايش تختار الاخوه المشاهدين؟ والله ال- ال- الشاعر اعلامي اكيد، اذا اكو معاناه بالمجتمع إيه؟ الاعلاميين ما مخلين قصره، بس الشاعر همين له وجهه نظر. دور اكيد، دور كبير. وشفت من خلال شفت اكو ظلم وقع على شريحه من المجتمع. نعم. اللي هم المفصولين. ناس شيء جاهم أكبر، يعني موج جاهم أكبر من موجهم، وهم الناس عشر سنوات مضحين. لا ظلم. وبعدين هسه أنا ما ترجع مجحافة بحقهم. نعم. على لسانهم أتحدث. نعم. على لسانهم. نعم. أقول مبداي بلي على المخاليج بادي، ومن اعتصم بالمعتلي نال ما راد. البارحة لي عنطر النوم حادي، ساهرت عيني بدج نجوم سهاد. إنام الخلي مرتاح ليله وكادي، وعيني لها على لذة النوم رصاد. ما هي مريضة من تعافى الرقادي حتى نداويها بعلاجات وضمان. مير الليالي صيرتني انجادي، وغيري لهم في سجنته الحكم ميعاد. وانا الذي ارسيت حكم البلاد، ضحيت وامثالي كثيرين شهاد. نعم.
عشرة سنين ساكنين الحمادي. نعم. يا من ذبح من جمعنا أجواز وفراد، عشرة سنين والنشامات نادي، وانتم عن أصوات المواجيع جحاد. جحاد. ما هي مشاكل واحد مستفاد. مير الوقت يجري بنا عكس ما راد، ماني من وراء ايتا استفاد، بس الوقت هو هالشيء. نعم. ما هي مشاكل واحد مستفاد، مير الوقت يجري بنا عكس ما راد، وحقوقنا ضاعت بامر العباد، كنا العرب من فعلنا شرهم زاد. اجعل الوطن العربي من المفصولين، ما رجعوهم شرهم، وكان هم السبب. نعم. مشكلة العرب وحقوقنا ضاعت بأمر العبادي، كان العرب من فعلنا شرهم زاد. الشرق الأوسط صار لعبة أيادي. نعم. أكبر من شريطي بالأسلاح واعتاد. نعم صحيح. شوف العروبة يتريد الوكادي. نعم. صارت فريسة بين طامع وجلاد. وكاد. وحنا عرب. نعم. وحنا عرب قبل اختلاف المبادئ. نعم. وفي صفحة التاريخ تذكر الأبجال. وحنا عرب قبل اختلاف المبادئ. نعم. وفي صفحة التاريخ تذكر الأمجاد. ودي أبين رغم كل اعتقادي نصر من الرحمن بربوع ناساد، وهاجس بروحي من وساوس فؤادي، وحب العروبة في صميم الحشا زاد، والحب ملحة في حياة البوادي قبل يتولع قيس ليله وشداد. الله الله الله. وين الشريف؟ وين الشريف اللي يعز العبادي، يرحم يتيم من ماله اليوم؟ الله كريم. عواد كان يترجى من سحاب وحصادي، طال الرجا واستأثر الزرع حصاد، وان كان جيعانه كلاها الجرادي، ما تنفع الجوعان كلمة هالزاد. لا والله. اضرب بلا رحمة رؤوس الفساد. نعم. حتى تفيق من المعاناة بغداد. والعمر لو حد عن العمر غادي. نعم. والرزق بيد الناس سجاد. الله الله. من عاش بالدنيا كفى العز بادي. نعم. ما نال بالدنيا ذليل الا الامجاد، واللي جرى ما ينسي سيل وادي. لا والله. لزم على العايل لنا بيوم ميعاد ان شاء الله، وصلاة ربي على النبي الجوادي اللي على التقوى جمع عرب وكراد. الصلاة والسلام. سلامتكم. صحيح الله. هذا حق الناس المظلومين والله. ما قصرت راعي العرج. حياك الله. تعيش. عيش والله. أيضا نشوف الأخ أبو حذيفة واختياراته، وما قصرت يا ولد أنت، ما أدري عاد. الله يعزك ويسلمك بارك فيك أبو. حقيقة هذه قصيدة مي طويلة، أبيات. إيه. تبين معادن الرجال. نعم. ولو بالشيء البسيط طبعا، لأن هي ما تنحصى. أكيد. الزين بزينه والشين بشينه. ما تقصر. مع عرض القصيدة طبعا أتذكر موقف صادفني. أيه؟ العرب كلهم خير وبركة. أكيد. النخوة العربية والشيمة هذه عندنا ما تزول، ما تزول حتى بإذن الله تزول تعالى. الأرض إن شاء الله. رجل لا أعرفه ولا يعرفن، من عمامنا أبو حمد. نعم. فندي محمد العبد الله. نعم. من قرية الأبوير من العاقوب. نعم. هذا الرجل حقيقة يعني ما أعرف ولا يعرفن، بس شوف الطيبة والكرم والشيمة العربية عند العربي. نعم نعم. طبعا من خلاله أوجه تحية لكل عمامنا أبو حمد. قرابتك زبيد. أي والله نعم من زبيد. تحية مني للأخ فندي محمد العبد الله. أي نعم. والكل عمامنا أبو حمد والكل عشائرنا الطيبة الأصيلة. ونعم من الجميع. فموقف يعني موقف والله طيب، ولد شباب يعني. إيه؟ تعطلت سيارتنا قبالهم، والدنيا ظهر وصيف. ويوم فزع علينا شاف السيارة وفزع. الله الله. وعلى البيت وبرد السيارة، واهتم بينا بشكل لا يعرفنا ولا نعرفه. والله ونعم. فمن خلال قناتكم الطيبة وهالبرنامج الطيب أوجه له تحية، لأن قسم من الكلام هذا يخصه. يستاهل. الله يسلمكم. فأقول الطيب ما ناله فتة بس سهولة. نعم. لا صار عن نهج الأجاويد ماي. ينوله هل من خلايف فحوله، ينوله هل من خلايف فحوله، نسل الأصايل ذيب طيب السلاي. نعم. هذا اللي ينوله. نعم. الطيب ما ناله فتة بس سهولة، لا صار عن نهج الأجاويد مايل، ينوله هل من خلايف فحوله، نسل الأصايل طيب السلايل. والغانمة
ما ترتجم ننذوله حيش يضرب وجهه السامعين والمشاهدين. لا والله خسوس الغانمه ما ترتجم ننذوله. العاش وسنين العمر بالهزايم. الله عاشر هل الجودات. نعم واهل البطوله تنبيك عنهم بالمعاسر دلايل. شوفوا احدن شهر بالطيب ربع شهدوله. الله الله واحدن شهر بالفاينه والفشايل. نعم واحدن تكلم ولم الفعل قوله قوله فعل. واحدن قواره خالفت للفعايل. احدن شهر بالطيب ربع شهدوله واحدن شهر بالفاينه والفشايل. واحدن تكلم ولم الفعل قوله واحدن قواره خالفت للفعايل. واحدن يمينه غيث دايم هطوله واحد شحيح اليد لو كان طايح. الله الله واحد لها مقتل هوالات صوره واحد فلوله صوت بالهوايل. الهوايل واحد تعلى وبالطوايل نزوله واحد طمن لا مرقى بالطوايل. واحد اسف يا حيف يا حيف خلفت حموله اي بالله عليك تيه دروب الشام فينا الحماي اي هنا المشكله هذا المشكله هي اهله طيبين ومنفع وبيتنا كلهم مش على نهجه. احد تعلى وبالطوايل نزوله واحد طمن لا مرقى بالطوايل. واحد اسف يا حيل خلفت حموله تيه دروب الشامخين الحمايل. زاهيب بشته زيف شوف زيف يا زين زوله هذول هسه يدعون شيوخ الجنه زول زول والحلايا حلايا والفعل ما هو فعل وهو الخصايا. اي والله ها اي زاهيب بشته زيف يا زين زوله حلو وليا بخص تبضيج ما من صمال. لا والله الناس صح ناس ما هي معدولة كل إن عطاها الله بعض الخصائص. وك تسلم تسلم ما قصر حقيقة. هذا ذكرنا هذا الموقف لمواقف عظيمة لجبل الكرم والطيب والسخاء الشيخ فرحان نايف الفيصل الجربة. موقف بسيط صارت حادثة سيارة بشارع بجدة احترقت السيارة سبحانه بحي سكني فجاء واحد من المواطنين وزيح لك السيارة المحترجة بسيارته. الله الله عن العرب حتى لا تأذي الناس. سمع بالخبر الشيخ نايف الفرحان الجربة أبو نايف قال له بالحال تعوض سيارته بأحسن سيارة هو ويختاره. نعم الجربان ياخذ سيارة أفضل من سيارته هو يختار. الله الله هذا الموقف الطيبين اللي ذكرتهم يستاهل هذول الجربة. والله تسلم 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 الله صح الله لسانك. أعزائي المشاهدين نتمنى أن يطول الوقت وأكثر من الساعة لوجود الأخوة الأعزاء حقيقة مبدعين وقصاد فاجأونا بها ويعني أسعدونا بهذه القراءات الحلوة. مع هذا راح نأخذ مسك الختام إن شاء الله قراءات شعرية من الأخوة الأعزاء شعراء المبدعين. الأخ راكان الشمري اختياراتك. والله معمر عندي قصيدة متواضعة. الله الله بحق راجمة زبيد الله ابو حذيفه استاذ اي بالاول قصيده مفاجاه. انا استشرته بكل القصايد اللي هذه خليته مفاجاه له بالبرنامج من خلال المنبر الطيب. تسلم ويستاهل اكثر ابو حذيفه الله يشهد. ونعم نشمل تسلم. يقول على مبدا الكلام اللي يقول الجود بل ما جود على مبدا الكلام اللي يقول الجود بل ما جود حفظت القول لكني تكابرتك وما جودي بجيب اللي عجز عنه من فهود القصيد فهود افرق به طوابير الكلام بحد مجرودي. بجيب اللي عجز عنه من فهود القصيد فهود افرق به طوابير الكلام بحد مجرودي عليك ازكى السلام اللي ورا عطره غار العود. الله الله وعليك اعظم تحايا الشعر يا قصدي ومقصودي عميد اركانها ساحة هل الشعر وشبيها الطود على متنك كواكبها فخامة مجد صيهودي. عميد اركانها ساحة هل الشعر وشبيها الطود على متنك كواكبها فخامة مجد صيهودي. قصايد صاحبك صفت على طاري لقاك حشود نبي ندي تحيانا انا والشعر وحشودي. على صدرك وسام العز وشاحك وشاح الجود تقبلها حروفي لك عسى ما شح بجهودي. أنا شاعر على فطرة قبل لحن الطبل والعود وقبل لا ينشد المنشد على شيخي ومسعودي من أفواه السنين اللي زفيره يشبه البارود طا
طغى الشعر وطغت كفي عليها وصار بارودي. لا. من أفواه السنين اللي زفيره يشبه البارود، طغى الشعر وطغت كفي عليها وصار بارودي. سطر راسي ثمر ناسي ولا ناسك عليهم زود، جمعنا الموقف الحامي وندري زودكم زودي. هلا العرجة على قولي براهين الزمان شهود، هلا العرجة على قولي براهين الزمان شهود، جبل صد وسما حد ونهر مد من عهودي. هلا العرجة على قولي براهين الزمان شهود، جبل صد وسما حد ونهر مد من عهودي. هنا شعري بدا يرقى مع طار الرجال سنود، هنا شعري بدا يرقى مع طار الرجال سنود، بهم يفخر ولا يذخر من المكنون لشهودي، بهم قرم سنا علمه يعز الخير المضهود، عضيد اللي اذا مال الزمان وشح بعضودي، بهم قرم سنا علمه يعز الخير المضهود، عضيد اللي اذا مال الزمان وشح بعضودي، صنايع بياض وجيه يوم ان الوقايع سود، وجمايلها العظيمه كم تذكرني بمفقودي، صنايع بياض وجيه يوم ان الوقايع سود، وجمايلها العظيمه كم تذكرني بمفقودي، ابيه مالت الدنيا عسى يقضى الزمن مسعود، عندك ان شاء الله يحسب حسابنا خيه كان جدوده جدودي ان شاء الله، انك اخوي على راسي ان شاء الله، على راسي انك عزوتي وانك تعذر انا قصور، هذه تاج راسي من حقك، الله فاجئتني بهالقصيده، الله يجزاك بالخير، الله يطول عمرك، والله اني افديك بهذه يا ركا، تسلم الله يطول وانك عمرك وانك تستاهل كل خير، والله يبارك فيك وجزاك الله خير، واللي كسبته اللي كسبته من الشعر كله انا بالنسبه لي على العرج ولا عليك زود، الله يطول عمرك، انتم الطنايا تستاهلون، جزاك الله خير، جزاك الله خير، بالنسبه لي اللي كسبته من الشعر كله انا اني كسبت الناس الطيبة، جزاك الله خير، أبو حذيفة وأبو حارث، والله على راسي من فوق، والله قصيدة صعيلت على الجربة وما وفيك، تستاهلون تستاهلون والله ما وفيك، تستاهل أكثر من فالح، تسلم يا طيب، شكرا، صح الله إنسانك، صحيح يا أخوي فهد أجحيشي أبو معمر، عندي تحايا، أولا أقدم تحية لسمو الأمير معد ياسم السمرمد وعدنان أديب مزهر السمرمد وأمير زبيد بالسعودية حميد النهار وأمير زبيد بالأردن ممدوح أذعار من الشنابلة وأمير زبيد بسوريا منيف حمادي الفارس وبالكويت خالد المسافر، تحياتنا لهم. أما القصيدة، قصيدة المشاركة هي قصيدة حكمة، نعم، فأقول الصفح عز وتالي الصفح محمود، محمود والعقل هو المحكمة والأمارة، وكا طيب الرجل في طيب الناس مردود والطيب في بعض الخلايق خسارة، اي والله من يكرم الطيب ترك بيده قيود، اي والله وان كان تكرم ذيب جزاك غارة، لا تسكب المية على يابس العود ما من وراء العيدان غير الشرارة، يا الله والشور والله عداء، لا تسكب المية على يابس العود ما من وراء العيدان غير الشرارة، والشرشر اللي لها الطيب مشهود من قول تاسف ربط خيول ثارة، والشرشر اللي لها الطيب مشهود من قول تاسف ربط خيول ثارة، والمرجلة ما هي بتطويش بارود ولا هي فعول فرفرين الغمارة، اي والله ايه قاموا يظنونها مراجل يا ابو معمر، اي لا للاسف المرجله ما هي بتطويش بارود لا ولا هي فعول مفرفرين القماره، اذخر لطيرك من لحم ناشف هود ان جاء طيرك يخذلك من حداره، ودي صلاتك واطلب الله يحمود، دنياك تاره ما لها غير تاره، واعمل على دنياك واعمل على الحود من مالها يريد تشيد عماره، أيوة بعض القبور موسع ولا لها حدود فيما بعضهن ما يحوز الجقاره، والرزق وان ما تقول الله ما تدعس اندود، شوف النبي من قال جاه انتصاره، والرزق هو نوعين واقع ومحصود، خليك على المحصود وانطل فقاره، لدود رزق ورزق الانسان معدود، والله رازق نايمين المغاره، ولا تقلد اللي يلحق فلوس مقروض، نعم ان ملك الدينار غير مساره، الله الله هدمي سليم وهدمها اليوم مقدود ومن الصدر مقدود من قبل زاره، ايه هدمي سليم وهدمها اليوم مقدود، نعم ومن الصدر مقدود من قبل زاره، وباب عيش الحياه واترك الراح بيعود، كمل مسارك ما تلاقي استداره، وشف زادك منقف النفس ممدود، لو كان سكر يشعرك بالمراره، ولا تطول الهرجه مع خالي الجود، تكفيك عن رد السوالف اشاره، بعض السوالف في مكامينهن فود، واحذر بعضها للفتن والاثاره، وبعض السوالف تنطق بغير مقصود، بعض السوالف تنطق بغير مقصود، لا تواخذ العالم على كل عبارة، وان جيت قوم نوجب الزين وتسود، واحذر تشثر على القرايب زيارة، واقعد عن الفرات في بيتك قعود،
هنيال منه فضل قعود داره واستر عيوب الناس من عرب وهنود تستر عيوبك لو كنت في دعاره البيض لك واترك السود للسود الطيف فطره والفواين مهاره والذل في بعض المخاليج موجود خلى الذليل وخاوي اهل الجساره ولا تظلم اللي ما ملك غير السجود هذه خساره ما بعدها خساره عينه سهيره وعينك تنام بهجود والله شافك يوم تطرق جداره مو شرط ربك يرسل جيوش وجنود او يختصرها الكل ظالم حجاره بعوض تنطالت على عرش نمرود والسبه اللي هدت السد فاره والصفح عز وتالي الصفح محمود والعقل هو المحكمه والاماره يا الله تسلم صح الله انسانك عبدانك ابو معمر تسلم ما قصرت والله درر درر ما قصرت تسلم يا زبيدي اي والله يا اخوي ابو احمد والله النصيحه هم شوقنا للنصايح يلا ولا شارت عندي غير قصيدة بس هالنصيحة خلانا نتمنى أن تكون مختصرة أولاً قبل أن تحية لمعزبنا نعم أروح ننساه ولا لا بس لمعزبنا أبو عبد الله صدام الشاشان أي نعم المعزب هو المفروض مو يجي أولى بالتحية لا نروح ننساه لا إن شاء الله ما ننساه طيب القصيدة صدام هم ترى شاعر فصيح أديب فصيح لا هو كنا متعاندين على هذا ايه على إدريس وإبليس إدريس وإبليس نعم اي بالله يقول البارحة علذت النوم عيني عيني عيت تنام وخالي البال غرقان عيت تذوق النوم مما يجيني والقلب من كثر الهواجيس غزان هذا الشطر النهائي لعبيد الرشيد حتى الآن بس ارهموا يا القصيدة بس كفو احنا اعتزازا نعم عيت تذوق النوم مما يجيني والقلب من كثر الهواجيس خزان يالله مالي بغير هديك يقيني انت الذي لك على المخاليج برهان انت الكريم من موت الخايفيني ومن لاذ فيك من المخاليج ما هان الؤذبك من عاديات السنيني مالي سوى بابك من الناس بيبان الله الله من اعتصم بكنا البر اميني ومن لا سمع غايته رجع خسران انك على درب الفضيله تهديني وتجعل مقامي بين وصلاه ربي عاد حاصل سنيه على نبي خصها الله ببرهان وسلامته عليه الصلاه والسلام صح الله لسانك اي بالله صح الله بدنك ما قصرت تسلم راعي العرجه حياك الله عطاك الجمال وعفه ورقه نعم جل جلاله عظيم الخلق بسواته بسواته رسمك إيه؟ بجمل تفاصيلك مع الدقه بالدقه بالدقه إيه؟ واختار لك من عيون الريم نظراته يا لطيف خلاك تبني قصر بالعوج إيه؟ مو شقه نعم قصر مو شقه بالله وتجول بالقلب وتجول بالقلب وتشارك بنبضاته الله الله ولهذا صار الحين الهيبي من حقه ايه يغليك لانك عز انسان في ذاته يا لطيف يستاهل وسلامتك تسلم الله صح لسانك تسلم وتعيش شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين انتهت هذه الحلقة وقبل أن نختم الحلقة حقيقة الأخ فهد زبيدي هدي السلام للأخ غالب البدراني لن نسى أن نقدم له التحية والله ما ينسي هو بس تسلم حقيقة لا يسعنا في هذه اللحظات إلا أن توجه بالشكر الجزيل للأخوة الأعزاء ضيوف حلقة هذه اليوم الأخوة الشعراء أحمد عبد الرحمن الهيبي أبو حذيفة والأخ الشاعر إبراهيم تشاشان الهيبي أبو أحمد والأخ الشاعر الشاب فهد العوجان الزبيدي والأخ الشاعر الشاب راكان فالح الشمري وإن شاء الله تتكرر الزيارة وهذا مكانكم وإن شاء الله إن شاء الله نتواصل معا ونخدم مشاهدينا الأعزاء بهذه الطريقة الرائعة في الأداء والكتابة والمواضيع والصور الشعرية بارك الله بكم حياكم الله أيضا شكر موصول للأخوة الأعزاء فريق العمل المصورين الأخ سيف العبيدي وأحمد عبد الجبار ويحيى الميزان أيضا مهندس الصوت عمار النعيمي المونتير تحسين السامرائي المنسق عبد الواحد البدراني مهندس البث خالد المحمدي نلتقيكم على خير في حلقة قادمة إن شاء الله تقبلوا تحياتي
وتحيات الأخ المخرج الدكتور ياسر صبيح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في وداعي باوى اليوم قفا وفلاني، في وداعي باوى اليوم قفا وفلاني.